على النموذج الأول من طائرات شينوك الخدمة في عام 1962، لكنها خاضت أول حرب لها في فيتنام في عام 1965، كما خدمت كذلك أيضاً مع الجيش الأمريكي في حروب أخرى مثل أفغانستان والخليج. شينوك مروحية تتمتع بنظام إدارة قمرة قيادة رقمي متكامل، إضافة إلى قدرات متطورة جعلتها مؤهلة لعمليات متعددة مثل نقل الجنود أو المعدات العسكرية أو المساعدة في عمليات الإجلاء. من بينها مثلاً تزويدها بأحدث التقنيات وإعادة تصميم خزانات الوقود وكذلك نظام دفع محسن. كما من المقرر أن يتسلم الجيش الأمريكي 6 طائرات من هذا النوع الجديد خلال الفترة المقبلة. حالياً يخضع محرك المروحية لعدد من عمليات التحديث بعد أن أوقف الجيش الأمريكي العام الماضي بشكل مؤقت أكثر من 400 طائرة منها بسبب مشكلات في احتراق في المحرك. صنعت من هذه الطائرة طائرة شينوك طرازات مختلفة، من بينها طرازات مخصصة للعمل من على متن حاملات الطائرات، وكذلك طرازات أخرى تجارية لنقل البضائع والقيام بعمليات الإنقاذ. هناك حالياً 950 طائرة من طائرات شينوك تخدم في الولايات المتحدة و19 دولة أخرى حول العالم، من بينها دول عربية هنا في منطقة الشرق الأوسط مثل السعودية ومصر والإمارات والمغرب.